في بلوجر كتير بيستغلوا شهرتهم في ان هم يعملوا مشروع او بيزنس خاص بيهم، بس المشروع اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هو مش خاص بحد واحد بس. فكره المشروع ان احنا ازاي نقدر نساعد اللي حوالينا بالامكانيات المتاحه عندنا، وده اللي عملته البلوجر الموجوده معانا النهارده، ان هي استغلت شهرتها في ان هي ازاي تساعد متابعينها وكل البنات والعرايس اللي عندها من خلال مبادره دولابنا واحد، في ان هي تتبرع بكل الهدوم اللي عندها بدون اي مقابل مادي. تعالوا نتعرف اكتر على تفاصيل مبادره دولابنا واحد من البلوجر ندى عصام الشافعي. اهلا بيكي يا ندى، منورانا في موقع صدى البلد. اهلا بيكي. عايزه ابتدي معاكي الموضوع بقى من الاول كده، وتقولي لي ابتديتي المبادره من امتى وفكرتها كانت ايه اصلا؟ يعني الفكره جات لك منين اللي خلاكي تقولي هعمل مبادره دولابنا واحد؟ بصي، واولا انا كنت يعني بيني وبين ربنا كده زي نادر زي ما بيقولوا، ان انا يوم احقق حاجه في حياتي انا حباها، مش شرط تكون حاجه ماديه، حاجه معنويه، او احس ان انا اللي انا بعمله فعلا فيه يعني لقيت ليه اثر، فساعتها انا هفكر في اي حاجه تبسط الناس وتساعدهم، لان الواحد كل ما ربنا بيديله وبيفكر في الناس كل ما ربنا هيزيده اكتر. فدي اول حاجه انا فكرت فيها، ايه اللي خلى اصلا ان انا اعمل خير في الحته دي بالذات. كنت الاول خالص المبادره اصلا بقى لها 5 سنين تقريبا، كنت من اول خالص باجر الفساتين اللي عندي زي اي بنت، عندي دريسز كتير، كل مناسبه بلبس فستان مش عايزه البسه في المناسبه، فلقيت دولابي فيه فساتين كتير قوي ما بعملش بيهم حاجه، فكرت الاول ان انا اجرهم واستفيد ماديا بالايجار ده. بعدين جات لي مسجز من ناس كتير او بنوتات، يعني ندى انا مش معايا غير 100 جنيه، مش معايا غير 50 جنيه، طب ينفع مش عارفه ايه، طب ينفع اخده وارجعه لك تاني، مش هعمل لك فيه حاجه، المهم وممكن امضي لك اي ورق، فاللي هو يا جماعه الموضوع مش كده. فبقيت اديها الدرس مقابل بس البطاقه وخلاص. بعدين فكرت قعدت مع نفسي كده قلت ايه، الناس كلها بتاجر فساتين، والناس كلها ممكن لو بنت عندها رحمه شويه وجيت قلت لها انا عايزه الفستان ومعيشه تقول لك خديه من غير مقابل خالص، مش انا بس اللي ممكن اعمل ده، بس انا بس اللي ممكن افكر في فكره جديده، وهي ان انا ادي الناس كمان لبسي مش بس الفساتين. فديت كتبت كده، حطيت صوره ليا هي منتشره جدا والناس عارفاني بيها، وحطيت كلام جنبها بيشرح المبادره، وقلت يا بنات اي حد، اي بنت عندها انترفيو، اي بنت عندها ديت بقى رايحه تقابل مثلا حبيبها او خطيبها، او رايحه تقابل عريس او وات ايفر، انت خارجه خروجه ومحتاجه طقم واتزنقتي، دولابي موجود. وقعدت افكر في اسم المبادره، لقيت نفسي على طول عماله كل ما حد يكلمني اقول لها لا عيب ده احنا دولابنا واحد، يعني فجات الفكره الاسم ان احنا دولابنا واحد. فتعرفت المبادره دي بعد ما عملتها. طبعا في كومنتات كتير سلبيه واجهتها. في كومنتات تحذيريه كتير، مش خايفه من الحسد، مش خايفه حد يعمل لك اعمال على حاجتك، مش خايفه ان واحده تاخد حاجه ما ترجعهاش. اوريدي النقطه دي حصلت، مش لازم اقول ايه يعني، بس كنت بشتغل معاه وطلب مني حاجه لخطيبته خدها وما رجعهاش، دهلا على انها هديه. واحده تانية خدت مني دريس، الكلام ده من قريب على فكره، خدت مني دريس هو غالي جدا، معروف الدريس الغاليه بتبقى باينه، وخدته وانا خدت منها صوره البطاقه، ادتني البطاقه منتهيه الصلاحيه، انا ما كنتش خدت بالي بقى، فاهم قصدي؟ خدت الدريس وبعد ما خدت بالي بكلمها التليفون مقفول وبتاع وقصه. فالناس دايما يعني لازم يحصل دروب، مفيش حاجه بتمشي كده سلسه، تاخدي اكشن معين. هقول لك على حاجه، مثلا بتنزلي اكونت البنت دي او لا 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 ما بنزلش. المكان اللي انا بكون منزله فيه المبادره بنزل فيه بوست تنويه كده ان في بنت هنا عملت معايا 1 2 3، فهو كتحذير، لان برضو انا ما بحبش الفضايح، وبعدين اللي بيعمل خير ده حد يعني الى حد ما يا جماعه متربي، فمش هيفكر ان هو يأذي عشان ما يضيعش اللي هو عمله، فانا مش هفضح، فاهمه قصدي؟ ولكن انا بدي كده الارم اللي هو ايه، خدي بالك رجعي الحاجه عشان، فاهمه قصدي؟ وفعلا يعني بيرجعوا حاجه اتاخدت وما رجعتش، وضايقتي انت قوي من جواكي، كانت عزيزه مثلا فستان، فستان سواري، فستان سواري ده كان ده اول مره بقى، اول مره ابتدي خالص وحصل كده؟ وحصل كده وكملت. اول مره حصل كده وكملت، وبعدين باباها كمان كلمني وقال لي ما انتش عندنا حاجه. والله يعني هي خدت الدرس وكنت لسه شارياه جديد وكنت لبسته مره واحده بس، وانا كنت حاسه ان انا عايزه البسه تاني، في حاجه كده انت حباها قوي، قلت اروح بيه مناسبه تانيه، وبنتي كلمتني هتقول لي انا مش من هنا، ما كانتش من القاهره اصلا، وهاخد الفستان وهلبسه بتاع، بعدين برضو يعني ما رجعتوش ولحد دلوقتي هو ما جاليش الفستان. يمكن الموقف ده لما يحصل لك في النص او في الاخر خلاص بتبقي عندك انت اكسبيرينس او عارفه ان في ناس وناس، لكن الموقف ده لما يحصل لك في الاول وانت لسه بتبتدي المبادره فاكيد كان صعب. ايه اللي خلاكي وحسسك تقولي لا انا هكمل معادي الموقف ولكن حصل حاجه؟
اللي خلاني اكمل انا عايزه اكمل، شايفه ان مش عشان خاطر موقف حصل اوقف فكره كامله ممكن اساعد بيها بنات تانية كتير، بس شايفه ان الغلط من عندي فانا كان لازم اصلحه، لان انا ما كنتش باخد ساعتها ضمانات. طب ايه الضمانات اللي بقيتي دلوقتي باخد؟ بطاقه البنت، بطاقه باباها او مامتها مع البطاقه، لان في ناس بقول لك بيجوا يدوني بطايق مش مالهاش علاقه بيهم اصلا، وتقول لي اصل انا ده شكلي كان من زمان. فعلا والله، وانا يعني مش عايزه اقول ان انا عبيطه قد هو انا عادي يا جماعه بصدق ومش مشكله، طب خلاص، وشايفه ان كل الناس كويسين، فاهمه قصدي؟ فالحاجات بقى الكومنتات السلبيه اللي عايزه اقول لك عليها، عشان انا عايزه اوجه لهم السلام من خلالك. اول حاجه كومنت سلبي بيتوجه كتير قوي، انت ما بترديش على حد. انا واحده عندي اكونت واحد، عندي شغلي، عندي بيتي، عندي حياتي، عندي كل ده، فيعني لوجيك جدا ان شاء اقدر ارد على كل المسجات دي مره واحده. طبيعي ان انا في 5 6 10 30 مش هرد عليهم، مش هرد عليهم في الوقت اللي هم عايزين ارد فيه. فدي اكتر حاجه بتضايقني. ليه بقى؟ بيعكسوا، بيدوا صوره عني مش حقيقيه. طب في بنات تانية بيبعتوا لي رسائل بقى، يا ماهي انا بجهز وعايزه مش عارفه ايه. واحده بعتت تقول لي انا عايزه اجيب ايفون، هاتي لي ايفون. طب دي انا ارد عليها اقول لها ايه؟ انا عايزه ايفون. واحده تانية تقول لي انا خارجه مع صحابي وحولي لي 600 جنيه. انا بقى رسالتي ما بردش عليها. هم دول بصي انا مش برد، لا مش بفتح المسج خالص. فبيقولوا لك ايه؟ انت ما بترديش. بس مش هرد ومش هفتح، عشان لا انا عايزه احرجك، فاهمه قصدي؟ ولا انا عايزه احرج نفسي معاكي. يا جماعه بصوا، انا برضو عايزه افهم الناس رساله، انا ماديا حد بسيط جدا زيك زي اي حد في الدنيا، ولكن انا اللي قدرت اساعد بيه هدومي، لان هي كتير جات لي منين؟ جات لي من شغلي. فلقيت نفسي ندى دي عندها دولاب، عندها دريسنج روم، فالحاجه اللي ربنا اكرمني بيها بساعد بيها. بدرة ابتديتيها من امتى؟ يعني من امتى كده؟ بقالك قد ايه؟ ما هي من 5 سنين المبادرة. من 5 سنين ابتديتي المبادرة. طيب ايه اللي نفسك تعمليه تاني الفترة اللي جاية؟ بصي انا عملت اصلا 3 مبادرات. اول مبادرة اللي هي دولابنا واحد دي، تاني مبادرة فرحة عروستي. دي جت بالصدفه تماما، انا كنت راكبه مع سواق تاكسي، لقيته بيتخانق تقريبا مع ابنه عشان خطيبته عايزه مش عارفه فستان ايه في الفرح والقصص دي. فسمعت الموضوع، كنت انا ساعتها رايحه في الطريق لاتيليه، هو اتيليه معروف بدون ذكر اسماء طبعا. فكلمته قلت له انا جايه لك في الطريق، انا اخصم نص فلوسي وهطلع درس لحد محتاج. هو بصراحه قال لي مش هخصم حاجه، واللي عايز حاجه تمام. وطلع ان هو كمان بيعمل خير. فروحت، لما رحت اتكلم معاه قال لي هو انت ليه قلت لي كده؟ حكيت له القصه وقلت له إيه؟ وانا اصلا يعني السواق التاكسي قلت له ممكن تديني ابنك؟ طبعا استغرب، عايزه ابني ليه وبتاع. وكلمت له معلش بس ثواني، كلمته قلت له انا في المكان الكذا، هات خطيبتك وتعالى، والفستان بتاع الفرح عليا والميك اب كمان عليا وكل حاجه. فرح طبعا جدا وما كانش مصدق في الاول، ازاي هتعملي كده؟ قولي لي انت ابتديتي اصلا ازاي ان انت تكوني بلوجر، ومن امتى، وايه اللي حببك في ان انت تخشي في المجال ده؟ هقول لك انا ابتديت اكون بلوجر ازاي. انا كنت انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا اكون بلوجر اصلا. أوه. يعني انت مش من صغرك اللي هو لا انا حباه لا 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 على فكره خالص. انا كنت بشوف ناس كتير قوي بلوجرات تقول ايه هو بيعملوه ده وايه ده ايه ده، ليه شير لحياتهم وانفولو على طول وانفولو. بس لما هي جت بالصدفه البحته، كنت بشتغل في شركات طول عمري، انا كنت على طول شركات، سكرتاريه، مديره مكتب، رئيس مجلس الاداره، كل شغلي عملي جدا، ماليش دعوه بالسوشيال ميديا تماما، لدرجه اني بحط صوره بطوط بدل صورتي، وعارفه الجو ده. لسه ستيل بشتغل حاجه ثانيه؟ بشتغل بشتغل حاجات ثانيه، ولكن انا يعني ما كنتش بقول لك بفكر ان انا اكون بلوجر اصلا. ايه جت منين بقى؟ مره واحده جيت قعدت في البيت، وانا من وانا صغنونه جدا بشتغل، فمش واخده على قعده، فقلت لا انا لازم اعمل حاجه. عملت ايه بقى؟ قررت ان انا هبيع حاجات على السوشيال ميديا. طب هبيع حاجات منين يا ندى؟ انت معكيش فلوس وبتاع، هتجيبي منين دلوقتي؟ نزلت محلات حلوه قوي فيها حاجات. لا الكلام ده مثلا وانا عندي 26 سنه. فروحت قلت انا هجيب حاجات وابيعها. جبت حاجات وبعتها، حاجات بقى كانت ترند قوي، وكانت حاجات كده كان في ازازه كده بتاعت باندا بتيجي من الصين. فضلت اكلم ناس من الصين، كنت ساعتها عايزه اجيب ويجز للشعر، بعدين جت في الازايز بقى، فاتفقت معاهم وجبت طلبيه بقى جامده كبيره، وكانوا الناس برضه ساعتها بيكدبوني، ازاي الازازه دي ب 35 جنيه؟ دي في ميني سو مثلا او في اي مكان تاني بمبلغ. فروحت قلت لهم لا هي ب 35 جنيه. بعت منها كميه واتشهرت من الازازه دي جدا، وما كنتش اصلا اتخيل ان انا ممكن اطلع لايف. كنت بطلع لايف اوري البنات الحاجه،
ابتدت بقى السيلرز يكلموني، طريقه عرضك حلوه. انا اصلا خريجه اداب اعلام عين شمس، بعرف اتكلم كويس، بعرف اعرض، بحب الكاميرا. وكنت انت عارفه في الاعلام بيعملوا لنا تيست كاميرا قبل ما تخشي الكليه هتنفعي ولا لا. فالمهم تمام عدينا، ولقيت نفسي سيلرز بيبعتولي احنا عايزينك تعمل لنا دعايه. احنا لقيت نفسي بيدخل لي فولورز كتير، بتعرف السيلرز بيتعاملوا معايا، بعتولي جيفتات بقى شركات، لحد ما لقيت نفسي لا، لقيت نفسي بلوجر. هي صوت. طيب عن المبادره بتاعت البلوجر، زي ما قلت لك في ناس كتير شايفين البلوجرز دول حاجه كبيره وعايزين يبقوا زيهم. كذا بنت تقول لي انا نفسي ابقى بلوجر، انا مامي بتقول لي ان انا عايزه اشوفك كده زي مثلا دي او بدون ذكر اسماء، او زي ندى. فبقول لها الموضوع سهل. عملت ايه؟ عملت جروب على الواتساب، حاجه سهله جدا. كتبت بوست يا جماعه البنات اللي عندها قابليه تبقى بلوجر وعايزه تتصور تقول لي. فكرت بقى في فكره برده تانية اللي هي في المبادره، لما اي براند بيكلمني عشان يعمل دعايه هيكون مثلا بالنسبه له لما يدفع سي مثلا 6000 جنيه او 10000 جنيه، هيكون بالنسبه له حلو لما يجيب ندى بس، ولا يجيب ندى وماهي وايمان وليلى وسهى؟ يبقى عنده فرايتي. انا محجب، في حاجات هناك في البراند بتحتاج بنت بشعرها، انا ما اعرفش البسها. فعملت ده بقى، عملت تيم. كنت كل ما بنزل بقول لهم انا جايبه التيم بتاعي معايا، كنت باخد معايا مثلا 6-7 بنات غيري نصور مع بعض. هما بيصوروا بيتعاملوا مع براندات، صحيح ما بياخدوش فلوس ولا جفتات، لكنهم بيصوروا بيعملوا دعايه ليهم. ليهم هم بالظبط، داتا ودعايه، لان انت صورتك نزلت عند بيج البراند دي فبتتعرفي، فاكيد هتطلبي. فهي دي بقى المبادره. في فكره بقى هي اكسكلوزيف كده ليكي انت، ان انا فكرت ارجع نظام المقايضه بتاع زمان. بمعنى انت عندك بليزر مش عايزاه، وانا عندي بلوزه ما بقتش البسها خالص، تعالي نبدل. فاهمه؟ حلو جدا. عملت فكره، بس انا مش لاقيه اسم للمبادره دي، هم بيفكروا معايا مش لاقيه اسم المبادره دي. بنات بيكلموني يقولوا لي احنا عايزين ده، بس احنا مش هناخده ببلاش، احنا ندى معانا فلوس فممكن تبيعه لنا. فبقيت اعمل ايه بقى بالظبط؟ بقى عملت ايه؟ عملت اكونت دلوقتي اسمه ندى الشافعي ستور. صحيح بقالي كتير ما نزلتش عليه عشان بس قله فضا، لكن صورت مثلا 6-7 شميزات كده عندي، او مش فاكره كام، 5 مثلا صورتهم وبعتهم. اغلى حاجه خالص بقول يا جماعه اغلى حاجه 100 جنيه، يعني في 30 جنيه، في 50، في 75، حتى ما نزلتش 100 لحد دلوقتي. والله وحاجات براندات كلها اتش ان ام، وبقول لهم بصور لهم التكت ليه للناس اللي عايزه كده. فكرت بقى ان انا، انت يا ماهي دولابك مكركب، ما تقوليش لا انا عارفه زي كلنا. كلنا، وانا دولابي على فكره زي هكذا، كلنا دولابنا مكركب. انا بقول لك ايه؟ بقول لك بكلم مثلا او كتبت بوست اللي عندها حاجات في دولابها مش عايزاها تقول لي هشتريها وانا هبيعها للبنات، لان انت ممكن ما تكونش بتطلعي على السوشيال ميديا، ما تعرفيش تعرضي البلوزه دي بشكل حلو، بس انا هعرف ابيعها لك. فاهمه قصدي؟ يعني مثلا الفلوس ان احنا هنتباع بيها هترجع حاجه. ايوه طبعا، انت بتاخدي الفلوس خلاص. انا بس واسطة خير دي كده، مبادره وبعرف ناويه تعمليها. بس مش لاقيه لها اسم بقى، هم يفكروا معايا سهل الاسم نلاقيه. دي اللي انت عايزه تعمليها كده. نفسي اكيد المبادره دي تكبر، انا عارفه يا رب والله ان هي تبقى على مستوى المخصصات، بس حقيقي يعني هي مبادره جميله جدا، فكرتها حلوه مختلفه، محدش خد الخطوه دي قبل كده سواء من البلوجرز او الناس العاديين او ايا كان. بجد بحييكي من قلبي. ربنا على يخليك. الفكره وعلى المبادره الجميله قد ايه انت كل تفكيرك ان انت فعلا تساعدي بنات جيلك، وتساعدي كل البنات سواء اللي محتاجه ولا مش محتاجه، حتى تساعديهم في اختيار الاوتفيت يكون متناسق وكامل. اتمنى والله انا بساعد نفسي اللي قدام في الاخره مش اكتر. والله صح، يعني ليكي ثواب طبعا كبير جدا، وبشكرك وبشكر مامتك. ربنا يخليك. واتمنى ان فعلا المبادره تكبر وتبقى على مستوى يا رب يا رب. ميرسي، انا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكي، وانت حد جميل والله. بنشكر ندى الشافعي على مبادرة دولابنا واحد وعلى مجهودها وعلى مساعدة بنات جيلها، ونتمنى المزيد من هذه المبادرات الناجحة في الفترة الجاية. أشوفكم في تقرير جديد وموضوع جديد مع ماهي مختار على صدى البلد.